حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. أخرجه البخاري في صحيحه. ولفظ مسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وهذا يدل على فضل المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك سبحان الله، ماذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم؟ أحب البلاد إلى الله مساجدها. وقال البلاد كما في صحيح مسلم: أحب البلاد، والبلد هو الذي يستوطن، وليس معنى ذلك أن يسكن فيه، لكن أنه يبقى فيه ويتكرر بقاؤه فيه. ولذلك في المسند وسنن ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: لا يوطن، من التوطين الوطن الثبات، لا يوطن رجل المسجد للذكر وللصلاة إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. تبشبش معناها في اللغة الفرح، وهذا يليق بجلاله وبعظمته.